لنادي هليوبلس. نادي هليوبلس في الحقيقة عمل يعني مبادرة محترمة جدا، وكمان تكريم لأبطاله في تقليد يعني جديد من مجلس إدارة نادي هليوبلس، وطبعا برئاسة عمرو السنباطي. كرم بقى أبطال النادي اللي شاركوا في أولمبياد طوكيو اللي فاتت، وكمان يعني جميع الفرق الرياضية اللي حققت ما شاء الله مراكز متقدمة في كل الألعاب في كل المراحل العمرية. وكان المجلس كمان كرم يعني رموز نادي هليوبلس من المديرين بقى الفنيين وكمان الأجهزة الفنية للفرق. والمجلس شجعهم على بقى بذل المزيد من المجهود، وكمان ان هم يعني يشتغلوا على نفسهم بشكل اكبر، واكدوا ان كل عناصر النادي حرصوا على توفير المناخ اللازم للفرق الرياضيه لتحقيق طبعا نتائج مبهره جدا في الفتره اللي فاتت، وكمان يتمنوا ان شاء الله تحقيق المزيد في الفترات المقبله. الحفل كانت عمل من ايام بملعب كره القدم في نادي هليوبلس في الشروق. طبعا اكيد يعني كالعاده كاميرتنا موجوده في كل مكان وفي قلب كل حدث، كنا موجودين هناك صورنا التقرير ده، نرجع تاني يلا بينا. اكيد فرحانه قوي لان انا فعلا زي ما حضرتك قلت في بيتي، وده المكان اللي انا اتربيت فيه وده اللي عملني، فانا مبسوطه قوي ومتاثره بكل التكريم ده. يعني لا طبعا حاجه كبيره قوي، حاجه تشرفني قوي ان اكون اصلا في النادي وبتكرم، كفايه ان انا في نادي هليوبلس. قولي لي بقى طموحاتك في الفتره الجايه وانت شاركتي في الاولمبياد، شايفه نفسك ازاي بعد فتره طويله ان شاء الله؟ انا الحمد لله شاركت كزوجي وكفريق، فنفسي برضو في 24 اشارك كزوجي وكفريق ونحقق بقى حاجه مش مجرد رانك. يعني تكريم حلو قوي قوي قوي، وعاملين لنا زي بوسترز كده حلوين قوي، صورنا وصورنا هنا برضو متعلقين، شكلهم حلو قوي، وحاسه ان هم يعني بجد تكريم حلو قوي. ايه المشاركات بتاعتك في الفتره الجايه؟ ان شاء الله عندنا بطوله عالم شهر 5، واكيد عندنا بطولات جمهوريه للنادي يعني شهر 1 الجاي، وان شاء الله مكمله الاولمبيكس اللي جايه. مبسوط بصراحه، النادي هليوبلس بيعمل حاجه كده على طول كل تقريبا سنه، بس احنا ما عرفناش نعملها السنه فاتت طبعا اكيد عشان كورونا حضرتك عارف، بس احنا اتعملت المره دي وانا بصراحه مبسوط بيها وبنبسط بيها بصراحه كل سنه، فبتكون حاجه حلوه ان انت النادي بتاعك يحس كويس او مقدر قوي ان انت عملت نتيجه كبيره يعني حتى او كبيره او صغيره، هو بيقدر كده ومش بيعملها لناس معينه، بيعملها لكل الاعمار وكل الناس اللي جابت ميداليات في البطولات حتى الدوليه او محليه. فدي بصراحه انا بشوفها حاجه بتشجع اللعيبه حتى اللي ربنا ما كرموش وما عرفش يعمل حاجه، اللي هو زي حاجه انا اقدر اعملها اللي هو عشان اتكرم وكده، فانا بشوفها بصراحه حاجه كويسه قوي. الحمد لله كان طريق طويل شويه ان انت توصل بلاعب يكون من ال 11 الاوائل في الاولمبياد، ده اللي بيعرفه في رياضه الغطس يعرفوا قد ايه المجهود اللي اتعمل مع اللعيب، والحمد لله اللي وصل له مهاب دوت هو نتاج سنين كبيره جدا شارك فيها منظومه كبيره جدا من اداره النادي ومجلس اداره اتحاد السباحه والناس كتير اللي ساندوا مهاب انه يوصل للمركز دوت، وان شاء الله هيكون في دعم كبير جدا من نادي هليوبلس واتحاد السباحه ان مهاب يبقى باريس ان شاء الله في مركز اقوى واحسن، ويكون معاه بعض اللاعبين اللي هيكونوا على نفس الطريق اللي وصل له مهاب. الحقيقه ده الاحتفال الثاني، تاني مره نعمله، عملناه قبل فتره الكورونا، وحابين ان يبقى دايما ده احتفال سنوي بابطالنا. الحقيقه ده يوم بنقول فيه شكرا، شكرا للولاد اللي اجتهدت عشان توصل للمكانه دي، شكرا لاولياء الامور اللي تعبت علشان توصل ولادها ان هم يبقوا ابطال، وشكرا للمدربين والمديرين الفنيين اللي ادوا دورهم عشان الولاد يوصلوا للمكانه دي.